مساء الخير على كل مشاهدينا، حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مانيا جدا. دايما بنكون سعداء جدا، ودايما لما بتتواصلوا معنا في كل حلقة من خلال التليفونات أو من خلال رسائلكم اللي دايما بتكون موضوع اهتمام من الجميع. خلونا في البداية أرحب بزميلتي نانسي. أهلا بك يا نانسي. أهلا بك يا ميرفت، وأهلا بكل مشاهدينا. يا رب يوم جميل سعيد على حضراتكم. كمان بنرحب بخادمة الإشارة أستاذة كريستينا جميل. أهلا بك يا كريستينا. الحقيقة موضوعنا النهاردة وموضوع حلقتنا بقالنا فترة ما اتكلمناش عنه، وهو يخص كل سيدة بتشوفنا دلوقتي، تأخر الحمل أو تأخر الإنجاب. أسباب كتير قوي ممكن تكون ليها عوامل في تأخر الإنجاب، لكن النهاردة هنتكلم بالأخص عن دور المنظار ودور الحقن المجهري، وإيه الفرق بينهم في العلاج. هل في سيدات ممكن ما تحتاجش الحاجة اسمها الحقن المجهري، ممكن المنظار لوحده يكون كفاية؟ إمتى أعرف أنا محتاجة أعمل منظار بطن ولا حقن مجهري؟ ده اللي هنعرفه النهاردة، وهنعرف إيه كمان يا ميرفت. حقيقة فكرة أن كل واحدة حديث الزواج أو حتى بقالها فترة مثلا ما جابتش وربنا ما رزقهاش بطفل، على طول بتروح تكشف وتلاقي في دكتور يقول لها انت محتاجه منظار، ودكتور تاني يقول لها لا انت حالتك لازم حقن مجهري، وفي الاخر بتلاقي نفسها قاعده في حيره، هي مش عارفه هي ده الصح ولا ده الصح، المفروض تعمل حقن مجهري ولا المنظار يكفي. ففي حلقتنا النهارده هنعرف معاكم ايه هو الفرق بينهم، والحالات اللي بتستدعي فيها منظار، والحالات اللي لازم تكون تتجه للحقن المجهري، مع ضيفنا اللي بيشرفنا وسعداء جدا بوجود معنا دكتور هاني فوزي، استشاري النساء والولادة، استشاري المناظير والحقن المجهري، ومدير مستشفى النيل بميدان الجيزة. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسعداء جدا. أهلا بك يا دكتور، وطبعا متشرفين بوجود حضرتك معنا النهاردة. وزي ما اتكلمنا وقلنا في المقدمة، في سيدات كتير يا دكتور ما تعرفش إيه سبب تأخير الحمل عندها. هل أنا مثلا خلاص عشان الحمل اتأخر عندي يبقى أنا كده مفيش أمل ومحتاج أعمل حقن مجهري؟ ممكن دكتور تاني ينصحها إن هي تعمل منظار. ففي البداية وقبل أي حاجة عايزين حضرتك توضح لنا إيه هو المنظار وإيه هو الحقن المجهري، إيه الفرق بينهم يعني؟ تمام. إحنا بس عايزين نقول لكل السيدات اللي بيشوفونا دلوقتي، إحنا حلقتنا حلقة تثقيفية، إحنا بنعمل حلقة نتعلم ناخد فيها ثقافة، بحيث ان احنا انا لما بتجي لي حاله والاقيها بسالها انت كنت عند دكتور واثنين وثلاثه عملت ايه، انا بلاقيها مش فاهم عملت ايه، انا خدت منشطات، انا عملت، لكن هي مش فاهمه قصتها. احنا بنعمل يعني في حلقاتنا باذن الله النهارده او فيما بعد باذن ربنا ان شاء الله، احنا هنعمل توعيه وثقافه في امراض النساء والولاده للسيدات اللي بيشاهدونا دلوقتي، بحيث هي نفسها تقدر تناقش مع دكتورها المشكله اللي هي عندها، تقدر تبقى فاهمه ايه ابعاد المشكله، وحتى لما بيجي يختار لها تبقى هي فاهمه هل الاختيار ده صح او الاختيار ده مش صح. مهم جدا يا دكتور بصراحه يعني. بالظبط. لكن احنا مش هنقول ده، احنا مش بنعالج، ولا ينفع ان احنا نعالج في التلفزيون، لكن احنا بنشرح وبننصح وبنوضح الطريق، احنا بنحطها على بدايه الطريق مع دكتورها اللي هي هتناقشه وهي فاهمه، غير وهي بتناقشه وهي فاهمه، او هو بيختار لها اختيار بالزبط. هي مش عارفه الاختيار ده اذا كان صح او لا، وزي ما حضرتك قلتي هي في حيره. وده غصب عنها، هي مش فاهمة القصة ماشية ازاي. احنا نوضح لها النهاردة كل سيناريو من سيناريوهات تأخر الحمل. حتى الكتاب المقدس يا دكتور بيقول هلك شعبي من عدم المعرفة. أحيانا كتير عدم المعرفة بيوقعنا في طريق مش حلو. فإحنا النهاردة هنقدم العلم، هنقدم المعرفة، هنقدم الثقافة الطبية بطريقة سهلة اللي تخليها هي تبقى فاهمة القصة ماشية ازاي، وتقدر ولو يبقى لها مشاركة أو يبقى لها يعني أكيد. اختيار جزء في الاختيار. الفرق يا دكتور بقى، افرق ازاي بين ان انا محتاجه اعمل منظار ولا اعمل حقن مجهري؟ طيب نقول يعني ايه منظار الاول. منظار هو عباره عن حاجه صغيره قوي، يعني بعمل منظار خلال ثلاث فتحات، كل فتحه نص سنتي من البطن. الجراح لما بيعمل اي جراحه عايز عينيه يشوف بيها وعايز ايديه يشتغل بيها، صحيح. هما الثلاث فتحات دول كده بالظبط، فتحه بتبقى من ناحيه السره دي وفيها الكاميرا دي، بتبقى العين بتاع الدكتور، بتترجم على شاشه او مونيتور بيبقى شايف اللي قدامه على الشاشه او على المونيتور. تمام. طيب ودي عباره عن الالتين اللي على اليمين وعلى الشمال اللي بيشتغل بيهم. بس ده تطور يا دكتور، لان المنظار اول ما طلع كان بيبقى خمس فتحات، فده نقدر نقول ده تطور في المنظار ولا مش كله؟ كل حاجه بتبقى تطور. انا عايز اقول لحضرتك مش التطور في المنظار نفسه، في العمليات اللي بنعملها بالمنظار. يعني حضرتك زمان الكمبيوتر اول ما طلع كان اوضه، صحيح، دلوقتي بقينا بالموبايل بنعمل كل حاجه دلوقتي. فطبعا التطور بيحصل
وحتى انا كنا في مؤتمر قريب مع ميس ميلتر اللي هي رائده جراحات المناظير، حتى ممكن الصوره لو استاذ عادل ينزلها لنا، كانت صورتي مع ميس ميلتر، كنا بنتناقش في جراحات المناظير. اول سيده عملت مناظير في العالم هي هي دكتوره المانيه، وكنا مستضيفينها في مؤتمر. كنا مستضيفين دكتور ميلتر، دي المانيه رائده جراحه المناظير في العالم كله. دي كنا في مؤتمر، وهي صوره بس يعني عشان بالموبايل، فاحنا بنتناقش في حد من الزملاء صورها. لكن سيده دي اول سيده عملت مناظير في العالم، واهتمت بالمناظير وابتدت تطور في المناظير. وكنا دعينا في مؤتمر من المؤتمرات، زي ما حضرتك عارفه يعني دايما المؤتمرات وقعده الدكاتره مع بعض والمعلومات الطبيه بنطلع منها بحاجه، مش بنعديها كده. ولما الاقي حد قيمه وقامه زي دكتور ميلتر لازم نستفيد منها، مش هنجيبها كده طبعا. طيب المنظار زي ما قلنا، قول عن المنظار يا دكتور معلش، وخلينا في النقطه دي يعني بغض النظر عن الفتحات كمان. كنا دايما بنسمع عن المنظار اللي بيتعمل للسيده عشان نستكشف بيها او كمعالجه، دايما كان بيخش عن طريق المهبل، لكن حضرتك بتقول عن طريق البطن. ما هدول ده منظارين، احنا بنعمل منظار من طريق البطن. لو ساعد ده المنظار اللي احنا شايفينه، ده المنظار الرحمي اللي بيخش من طريق الرحم تحت المهبل. من طريق الرحم عباره عن انبوبه رفيعه، تمام، يعني قد انبوبه الالم او اكبر حاجه بسيطه خالص، وبنخش بيها على الرحم، بنشوف التجويف الداخلي للرحم. اذا كان التجويف الداخلي ده، طب ايه مشكله التجويف الداخلي؟ انا عندي اورام ليفيه، عندي حاجز رحمي، عندي لحميه، عندي مشكله في داخل الاوضه، داخل الغرفه من جوه اللي هو في الرحم. من خلال دقائق صغيره انا بخش بالكاميرا بشوف استكشف القصه دي كلها، وفي دقائق بكون يعني انهيت العمليه، اذا كان ورم ليفي، اذا كان لحميه، اذا كان حاجز. والحاجات دي ما كانتش قبل المناظير بتستكشف. صحيح. يعني عندي حاله داخل بنعمل منظار عشان هي متاخره في الحمل، بنعمل المنظار لقينا حاجز رحمي ما كانش واضح خالص، استوصلنا الحاجز الرحمي خلال شهور بعد ما كان بقالها سنين مش بتحمل، شهور حسن الحمل. طب الحقن المجهري؟ الحقن المجهري احنا في الحمل الطبيعي بيحصل التقاء للحيوان المنوي والبويضه. هو في صوره كده لو استاذ عادل جابها لنا، اللي هي رسمه الرحم. ايوه تمام. هو ده دخول المنظار، لكن احنا هناخد الصوره الرحم، وبعدين الايدين اللي حواليه دول الانابيب، والاصفر ده المبيض. فالحيوان المنوي بياخد المسافه من المهبل، يخش على الرحم، يخش على الانبوبه، ويلتقي بالبويضه جوه الانبوبه. يعني الحمل بيحصل في قناه فالوب، اللي نسميها الانابيب او قناه فالوب، والحمل بيحصل جوه قناه فالوب. صحيح. والبويضه المخصبه تاخد لها من 3 لـ4 ايام توصل لغايه الرحم، بتمشي جوه قناه فالوب، بتتحرك بمساعده قناه فالوب، بتتغذى في قناه فالوب لغايه ما توصل لغايه الرحم ويحصل الانغماس. عشان كده لو البويضه دي الانغماس في جدار الرحم، لكن هي بتاخد لها من 3-4 ايام لغايه ما توصل الرحم. عشان كده لو حاجه عطلتها في 3-4 ايام دول، هي بتكون يعني بالبسيط كده، هي بتكون الجدر بتاع البذره اللي هي بيتزرع في الارض، اللي هي جدار الرحم. لو هي اتاخرت نتيجه التصاقات، نتيجه في مشكله، بدل ما تنزل 3-4 ايام بقت 5-6 ايام، والجدر ده اتكون ومسك في الانبوبه، بقى الهواء بنسميه حمل خارج الرحم. طيب معنى كده يا دكتور ان المنظار ده يعني دوره بينتهي لما ما بيحصلش حمل، وساعتها بيبدا دور الحقن المجهري، صح كده؟ احنا ده اللي عايزين نقوله النهارده، احنا نمسك السيناريوهات سيناريو ونشوف هل دي تحتاج منظار ولا دي هتحتاج حقن مجهري. يعني خلينا الحقيقه النهارده معانا اكتر من حاله، وخلينا نتناقش في كل حاله ونعرف الحاله دي هتبقى محتاجه لمنظار وممكن تتعالج بالمنظار وما بقاش محتاجه خالص للحقن المجهري، ولا الحاله دي لازم حضرتك تقول لنا ان الحقن المجهري هو العلاج في تاخر الانجاب. فالحاله الاولى الحقيقه تكيس المبايض، وتكيس المبايض زي ما احنا عارفين، يمكن كنا زمان اول ما نسمع تكيس المبايض يخيل ان هم بس للسيدات المتزوجات الكبيره في السن، لكن دلوقتي لقينا انتشرت بين البنات يمكن فوق مثلا 16 سنه، ممكن فتيات صغيرين بتلاقي عندها تكيس مبايض. فخلينا نعرف الاول يعني ايه تكيس للمبايض، ويعني نعرف عنه اكتر من حضرتك. هو تكيس المبايض بمعنى هو في صوره، ايوه دي الصوره دي، احنا عندنا اللي فوق ده الشكل الطبيعي للمبيض، سواء تشريحي على الناحيه الشمال او الشكل الطبيعي بالسونار على الناحيه اليمين، اللي هو المبيض العادي عامل زي اللوزه او قد اللوزه، اكبر من اللوزه شويه. ده شكله طبيعي.
لكن ايه التكيس؟ ننزل تحت كده هنلاقي فيه دوائر سودة صغيره بالسونار، او زي زي عنبات صغيره كده في او تجاعيد في بالظبط. فايه اللي بيحصل؟ ان انا بيبقى فيه بويضات، مش بويضات، براعم بويضات صغيره حجمها صغير، بتظهر بتنتشر في المبيض، بتبقى كتيره، بتبقى جواها ميه، دي بتمنع كذا حاجه، بتمنع التبويض، تخلي التبويض مش مظبوط، تعمل لي خلل في الهرمونات. وتكيس المبيض ده من زمان بنسميه احنا ده مرض، او ده هو مش هو اسمه متلازمه. متلازمه الخلل الهرموني. خلل يعني الهرموني. اختلال في الهرمونات هو اللي بيؤدي لتكيس المبيض. وتكيس المبيض بيؤدي لخلل في الهرمونات. وخلل الهرمونات بيبتدي يعمل، ده البيضه ولا الفرخه بيعمل بالظبط، بيعمل الاعراض. ايوه. فتبتدي السيده دورتها تبقى غير منتظمه، تبويضها ضعيف، ظهور شعر بكثافه في الجسم، ظهور حب الشباب، سقوط شعر الراس بيبقى من التكيسات. يعني تبقى البنت شعر راسها بيقع، او عندها حب شباب وهي رايحه جايه دكاتره الجلديه بالظبط، او عندها شعر زياده في الجسم وعايزه تعمل ليزر وبتاخد علاج وهي مشكلتها في التكيسات. تمام. لو احنا عالجنا احنا دايما برضو في نقطه، التكيسات بتتعالج؟ لا. عشان نبقى فاهمين، ما حضرتك بتقول متلازمه يعني دي ماشيه معانا على ملازمه، يعني فيها كذا اعراض مع بعض. مش مرتبطه ببعض، يعني تاخر حمل، تاخر دوره، يعني عدم انتظام الدوره، ظهور شعر زياده في الجسم، احيانا كان زمان بتبقى زياده في الوزن، دلوقتي لقينا بنات رفيعين دلوقتي بيظهر معاهم التكيس. يعني يعتبر ده مزمن يا دكتور؟ يعني تكيس المبايض يعتبر ده مرض مزمن؟ لان حياتك بتقول هي ما بتتعالجش. تكيس المبايض ما بيتعالجش. لكن تكيس المبايض اللي بيتعالج التاثير بتاعه. عشان كتير بيحصل كده، ان انا اجي الاقي حاله تقول لي انا كان عندي تكيس مبايض والدكتور قال لي انت خفيتي. مش حاجه اسمها انت خفيتي. طب يا دكتور، هو مش اوقات كتير بيتم استئصال التكيسات دي؟ ما بيتمش اتصال تكيسات. احنا لو كنا بنعمل تثقيب، وده نقوله دلوقتي، امتى نعمله تثقيب؟ امتى نعمل التثقيب ده؟ لكن التثقيب ده مش هيزيل التكيسات. يعني هل هي ممكن دي منتشره في المبيض كله يعني تتجدد؟ قصدي حضرتك لو احنا مثلا فضينا مثلا تتجدد؟ لا، انا بعمل يعني تثقيب. والتثقيب ده لازم يبقى داخل، يعني مش في جدار خارجي، لا ده داخلي في المبيض، مش عشان خاطر التكيسات. لا ده انا لان لما بعمل التثقيب ده بينظم لي شويه مجموعه من الهرمونات وبيزود التبويض، لكن مش عشان اعالج التكيسات. تمام. انا كل التكيسات، كل اللي انا بعمله للتكيسات، انا بعالج الاعراض بتاعت التكيسات، مش بعالج تكيسات. التكيسات ما بتعالجش. ودي نقطه خطا، ودي برضو لازم كلنا نعرف ان التكيسات ليس لها علاج. تمام. واللي احنا بنعالجه هو الأعراض الناتجة عن التكيسات. خلينا يا دكتور نمسك الحالة دي، وزي ما بدأنا وقلنا أن التكيسات المبايض وحضرتك قلت هي من ضمن الحاجات اللي ملهاش علاج. طيب في الحالة دي يا دكتور وهي ملهاش علاج، السيدة اللي عندها تكيسات ومؤثرة وعاملة تأخر للإنجاب، تمام، في الوضع ده بيكون المنظار هو اللي أفضل، ولا المنظار بيقف لحد النقطة دي ويبتدي بقى الدكتور يفكر في الحقن المجهري؟ احنا نمسك الأول من التكيسات، لأن أنا بتجيني حالات كتير لفت كتير وخدت علاج كتير بس ما تعالجتش صح، فما حملتش، وجاست إن هي بتيجي مثلا تقعد شهر اتنين وبالعلاج الصح بيحمل ويكون ليها 5 6 سنين، ودي حالات كتير عندي في العيادة بنفس الطريقة. تمام. أول حاجة التكيسات دي لازم رقم واحد إنها تنزل في الوزن. ده لو وزنها زيادة. ده لو وزنها زيادة، لأن الغالبية وزنهم زيادة. بنلاقي ناس وزنهم قليل بس الغالبية وزنها لأنها زيادة. لأنها بتعمل مقاومة أنسولين، ومقاومة الأنسولين بتكون من ضمن سبب الحاجات بتعملها إنها بتقلل الوزن. بتقلل حساسية الجسم للأنسولين. صحيح. فبتزود مقاومة الأنسولين، بتزود السكر، عشان كده بيبقى عندهم قابلية للسكر. السكر ما بيخشش الخلايا عشان يتحرق، بيخش على الدم، ومن الدم يخش على منطقة البطن والخصر، فنلاقي دايما عندهم زيادة في المنطقة بتاعت الخصر دي بالذات. وده اللي ده تفسير لمنطقة الخصر. طيب سيدة عندها تكيسات، رقم واحد لازم تنزل في الوزن. هتقول لي طب ما هو فلانة وزنها زيادة وفلانة وزنها زيادة ومع ذلك ايه هما حصل لهم حمل. طيب اقول لها انك انت ممكن هي وزنها زياده بس ما عندهاش تكيسات. ما عندهاش تكيسات. ده رقم واحد. رقم اثنين، طب انت لما هتنزلي في الوزن هتستفيد ايه؟ رقم اثنين، لما تنزلي في الوزن لو دورتك مش مظبوطه غالبا الدوره هتتظبط. لما هتنزلي في الوزن تبويضك هيبقى احسن. لما تنزلي في الوزن لما تيجي تاخدي منشطات هتاخدي كميات اقل باستجابه اعلى، يعني طبعاً. هتستجيبي اعلى. لما يحصل حمل هنقلل فرص الاجهاض، لان زياده الوزن بتزود احتمالات الاجهاض، بتزود احتمالات الطلق المبكر. بيزيد معاها السيده اللي وزنها زياده سكر حمل. بيزيد معاها سكر الحمل وضغط الحمل بالظبط.
بالتالي لو هتعمل حقن مجهري لا ده بيزود نسب الحقن المجهري، نسب احتمالات الحقن المجهري. وده يفهمنا ان زياده الوزن، لان احنا دايما كنا نسمع خلي بالك زياده الوزن ممكن تاخر الانجاب. تمام. تاخر الحمل، فده يمكن الشرح اللي حضرتك شرحته ده شرح وافي لمفهوم ان زياده الوزن بتاخر الحمل. تمام. احنا هنمشي بسرعه بس عشان ما ناخدش كتير في يبقى رقم واحد الوزن نزل الوزن، رقم اثنين العلاج اللي اسمه ميتفورمين. اللي هو اخره اج جلوكوفاج وسيدوفاج وايموفاج والكلام ده كله، وكل الناس اللي عندها تكيسات عارفه العلاج ده. رقم ثلاثة تنشيط، بس انا هقول في التنشيط لازم اقول نقطه ان ما فيش تنشيط من غير متابعه تبويض. يعني حضرتك ما تاخديش تنشيط وانت قاعده في البيت، الدكتور يقول لك خدي اللي بنشوف خدي اقراص وبعدين مش عارف حقن وبعدين تاخدي الحقنه التفجيريه والعلاقه ايام كذا وكذا، الكلام ده مش صح. يعني لازم اعرف الاول التبويض عندي عامل ازاي هي اسمها وبعد التنشيط اعرف انا لان كل واحده مش زي الثانيه وكل واحده استجابتها مش زي الثانيه. انا ممكن اديها جرعات وما تستجبش يبقى ما استفادتش، ممكن اديها جرعات خصوصا اللي عندهم تكيس مبيض استجابه فرط استجابه فيعمل لها حاجه اسمها متلازمة فرط الاستجابة بالظبط، ودي لو دخلت فيها دي مشكلة بتبقى، فلازم تاخد وتابعها وأزود وأظبط لغاية ما أوصل للجرعة المظبوطة اللي هي عندها بويضات مظبوطة تاخد بعد كده الحقن التفجيرية. غالبا لو مشيت كده بالطريقة الصح هيحصل حمل طبيعي. بيحصل حمل. تمام. وشفت ناس خمس وست وسبع سنين ومن شهر واتنين لأن ما كانوش ماشيين صح. دي تاخدنا النقطة برضو تانية ان انا عايز اقولها ودايما بقولها في البرامج، ان دكتور النساء والولادة غير دكتور تأخر الانجاب. تمام. إيه مش ما دكتور النساء والولادة هو شاطر في الولادات وشاطر، لكن دكتور تأخر الانجاب ده تخصص تأخر الانجاب. احنا كل حاجة بقى التخصص جوه تخصص، دكتور تخصص انجاب، دكتور مناظير، دكتور حقن مكاري، لكن دكتور النساء اللي هو بيولد كلنا بنولد، انا بولد مفيش مشكلة. صحيح. لكن في تخصص اسمه تأخر الانجاب ده لازم يبقى عارف المشكله ويعني كل يوم في جديد. صحيح. يعني في حاجات هتكلم عليها اقول لحضرتك كنا بنعمل كذا ودلوقتي بنعمل كذا. طيب لو في حاله تكيس مبايض واخدت منشطات، وطبعا في تاخر كان في الانجاب واخدت منشطات واستجابت للمنشطات دي، يبقى الخطوه الجايه في انا اقول لحضرتك حاجه، هل هي اخدت منشطات استجابت ولا ما استجابتش؟ هو ده اللي هيفرق معانا. لو خدت منشطات والمبايض استجابت وطلعت تبويض، انت تعملي منظار؟ لا المنظار مش هيفيدك باي حاجه. خلاص اللي سامعاني دلوقتي ما هي اتعالجت وعندها تكيس مبايض وخدت منشط اتعالجت وخسيس نزلت وزنها وخدت الميتفورمين وخدت المنشطات وطلع لها بويضات وفي تبويض، المنظار مش هيفيدك بحاجه. ايه اللي يفيد؟ يبقى الحقن لو هي ما حصلش حمل. طب احنا بنعمل كام دوره تنشيط؟ ست دورات سواء متواصله او متفرقه. تمام. ست دورات تنشيط. طب سته ليه؟ ما هو سته دي مش كلام انا، سته دي كلام كتب الطب. تمام. طيب ليه؟ لان لقوا ان بالابحاث اللي هتحمل بتبويض كويس بدورات كويسه خلال ست شهور. طيب اللي مش اللي عدى عليها ست شهور غالبا مش هتحمل، لكن اللي هتحمل غالبا خلال ست شهور او ست دورات سواء متواصله او ست دورات منفصله. طيب لو ما كانش لا دي هتخش حقن مجاري مش هتخش منظار، لانها هتعمل منظار تكلفه ووقت ومجهود ومش هتستفيد منه حاجه. طب يا دكتور هو مش حضرتك بتقول ان حصل لها تنشيط في المبيض ليه يحصل حقن؟ مش ممكن يحصل حمل طبيعي؟ ما لو هيحصل حقن حمل طبيعي كان حصل خلال هي ست دورات عندها تبويض. ما حصلش ليه؟ في حاجه سام صورت كده مش واضح. هي لو هيحصل لها حمل هيحصل، يعني كل كتب الطب قالت لو هي الست دورات دي اللي هي تبويضها كويس بس بشرط ما عندهاش مشكله تانية. احنا بنتكلم دي عندها تكيس مبايض بس فقط متواجد كويس ومتواجد وكل حاجه كل ده. وما حصلش خلال الست دورات دي سواء متواصله او منفصله غالبا الحمل يحصل خلال الست دورات دي. يعني حضرتك بتنتظر عليها ست دورات. ست دورات ليه؟ وننتظر كمان يعني هيفرق، دي نقطه هنتكلم فيها برضو السن ولما نوصل لها هنتكلم. اصل انا لان بنشوف ناس واخده تنشيط ثلاث واربع وخمس وست سنين وما بيحصلهاش حمل. ما بتيجي الناس كده وضيعت وقت وفلوس ومجهود ونفسيه وحماتها كل شويه تأنب فيها وجيرانها اللي بيسالوها وصاحباتها وقرايبها فبتضيع وقت ومجهود. فلو حصل تبويض انت المنظار مش هيفيدك بحاجه، اطلعي على الحقن على طول. طب ما حصلش تبويض هي دي اللي هتستفيد من المنظار. لو عملت حقن وخدت منشطات وانت ما بيطلعلكيش تبويض يبقى هتبقى برضو من غير فايده. اعملي الاول المنظار وبعد المنظار خدي
تنشيط 6 دورات يكون فيها تبويض كويس غالبا هتحملي بعد خلال 6 دورات دول ان شاء الله. لو ما حصلش حمل ده كل شيء بمشيئه ربنا طبعا. ما حصلش حمل هتروحي بعد كده لكن هتكوني وقتها استفدتي انك انت بقى عندك تبويض، فلما هتاخدي تنشيط هيبقى عندك بويضات كويسه، لكن انت قبل كده خدتي تنشيط وما طلعش بويضات. تمام صحيح. يبقى حتى لو ابتدينا اخترنا لها بروتوكول تمشي عليه عشان ننشط المبايض مش هيحصل الحمل. تمام. فلازم دي تعمل منظار اللي هي خدت عملت كل حاجه وست شهور تنشيط وما حصلش تبويض، دي هتعمل منظار، تاخد بعد كده 6 شهور تانية دورات فيها تبويض، لو غالبا بيحصل حمل، بس لو ما حصلش حمل هتلجا للمنظار. خلينا يا دكتور نخش على حاله تانية خالص، يعني فهمنا قوي تكيسات المبايض وايه هي البروتوكول العلاج بتاعها، والسيدات كمان بقى عندهم فهم ووعي اكتر بيها. خلينا نخش عن بطانه الرحم المهاجره، وفي كتير اصلا ما يعرفوش ايه هي بطانه الرحم المهاجره وايه هي اسبابها، فعايزين حضرتك تقول لنا النهارده ايه هي بطانه الرحم المهاجره واسبابها يا دكتور، وبتحصل للسيدات بسبب ايه؟ بطانة الرحم المهاجرة هي بطانة رحم اللي هو جدار الرحم. مهاجرة يعني بتتحرك من مكانها وبتوصل أماكن تانية زي كده في الصورة. احنا في أماكن ده في الحوض إن هي توصل لجدار الرحم نفسه للقشرة بتاعة الرحم، المبيض على الأنابيب على أي مكان في الحوض. لا ده في منها أنواع كمان بتهاجر من الرحم وممكن توصل للقولون، ممكن توصل عند السرة، وممكن توصل على أي جرح، وممكن توصل في حالات وصلت للودن وفي حالات وصلت للرئه وعملت كمان يا دكتور وللرئه وعملت يعني نزيف في الغشاء اللي حوالين اللي حوالين الرئه. ففي منها جزء اللي هو في الحوض وفي الجزء الخارجي. احنا اللي هنتكلم عليه النهارده في الحوض، وده بيتراوح من بوتشات صغيره او نقط صغيره لغايه اللي هو المهم اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، اكياس الشوكولاته او اللي هي اكياس بطانه الرحم المهاجره، وهي دي اللي بتاثر. لكن الحاجات الصغيره زي ما احنا قلنا الطب بيتطور. زمان كان عندنا مفهوم ان الحاجات دي لازم تتكوي، كنا بنعمل منظار ونكويها الاول عشان خاطر يحصل حمل. الكلام ده طلع مش مظبوط. الحاجات الصغيره دي المنطوره في الحوض على المبيض على ما تعملش حاجه. احنا المشكله دلوقتي بتبقى اكياس الشوكولاته. تمام. اللي هي بتحصل خلايا من بطانه الرحم بتوصل للمبيض وتبتدي وقت الدوره بتحصل حيض او بتحصل دوره من الخلايا دي، بس جدار الرحم عشان في الرحم بتطلع الدم الخارج، لا ده الدم نفسه بيبقى في الخلايا دي نفسها وتبتدي تتضخم ومع الوقت بتكبر. كميه الدم بتفرق يا دكتور في وقت الدوره بيزيد مثلا؟ لا هو مشكله احنا بنسمي بطانه الرحم المهاجره مرض الالام. الم لانه أكتر بيعمل من الم في المكان اللي هو اللي بيوصل فيه. عشان كده برضو احنا العلاج بيختلف، يعني في واحده عندها اولاد وعندها بطانه رحم مهاجره فعايزه، لكن مشكلتها في الالم. طب ايه سببها يا دكتور؟ يعني ايه السبب ان السيده يجي لها بطانه رحم مهاجره؟ 90% من الامراض كلها انون، مش معروف لها سبب. بنعمل نظريات لكن السبب بتاعها مش معروف. ايه اللي يخلي بطانه الرحم دي تمشي من الرحم وتوصل لاماكن تانية؟ اتقال ان اثناء الدوره في خلايا مثلا بتعدي من الانابيب وتخش في الحوض وتتزرع على المبيض تتزرع. طب تمام، بس دي ما فسرتش ليه اللي بيوصل للودن وللرئه دي تفسر ال نفس الخلايا نفس الانسجه تقريبا اللي هو النسيج بتاع جدار الرحم. نفس تمام. هي وفي نظريه قالت ان هو بيحصل تطور وميوتيشن طفره في الخليه فبتعمل. هي نظريات في الاخر لكن ما فيش حاجه اللي وصلها العلم. موضوع الوراثه دكتور ممكن يكون ليه سبب؟ يعني لو ام عندها بطانه مهاجره ممكن تبقى بنتها في احتمال ان يحصل لها نفس الموضوع؟ من بين النظريات طبعا الوراثه تكيس المبايض. احنا معانا صوره يا دكتور على الشاشه، يا ريت لو حضرتك تشرح لنا. الصوره دي هي ده كيس الشوكولاته بالمنظار. الجزء اللي من فوق ده اللي هو الدايره اللي هي شكلها مصنفر كده، ده الجزء اللي تحت ده نسيج المبيض. الجزء اللي من فوق ده اللي مكتوب عليه من فوق ده جدار الرحم. في صوره بالفور دي لو بس نجيبها برده اللي هي لونها احمر كده شويه. تمام. دي لما عملنا بنعمل فور دي بتظهر صوره بطانه الرحم. صوره تانية كده جزء احمر كده وفي من جوه كده زي سائل. ايوه دي ده بالفور دي. تمام. ده شكل الكيس ده بالفور دي. العلاج بيجي ازاي ومنظار قبل العلاج يا دكتور حضرتك ذكرت وقلت ان من مضاعفاتها الالم اللي ممكن تحس بيه السيده في اسفل البطن. ايه تاني من المضاعفات ممكن تحصل نتيجه للبطانه المهاجره؟ ما هو
هو مشكلته الى الم، لا اما تاخر انجاب بس كده. ده هي لا اما بتحس بالم، لا اما عندها تاخر انجاب، بنعمل لها سونار. اصلا احيانا هي ما تكتشفش، احيانا تيجي واحده تقول لي اصلا انا عندي الم مع الدوره، والم اللي هو بطنط رحم المهاجره ده غير اي الم تاني، ده ليه شكل معين. اول ما انا اي واحده بتيجي متاخره في انجاب لازم اسالها السؤال ده، الدوره بتيجي بالم ولا لا؟ الدوره بتيجي بالم، الالم اول يوم ولا بيجي من قبل كده مع يعني خفيف، وبعد كده مع اول يوم يبتدي يزيد. طيب بيستمر لاخر يوم ولا هو اول يوم؟ ما هو في انواع من الالم بتاع الدوره، ما هو احنا عندنا حاجه اسمها ديسمنوريه، ديسمنوريه دي الام مع الدوره، في منها انواع كتير. لكن بطنط الرحم المهاجره المها اول يوم زياده، ثاني يوم اكتر، لان احنا ما هو الخلايا عماله بتحيض وعماله تتنفخ، وحس زي ما يكون حاجه هتنفجر فيها. ثالث يوم اكتر، رابع يوم اكتر، يبقى اخر يوم متزايد، اخر مش يوم متزايد، زي مش متناقض زي اي نوع بالظبط، زي الدوره الشهريه العاديه. تخلص الدوره يبتدي الالم يقل بالتدريج لغايه ما يروح. خلينا نسال يا دكتور، ايهما افضل، المنظار في بطانه الرحم المهاجره افضل ولا الحقن المجهري؟ طيب الاول هقول في ثلاث نقط. طيب حجم الكيزه، كيس الشوكولاته اللي هو جدار الرحم، حجمه قد ايه؟ مؤثر على الانابيب ولا لا؟ ومؤثر على المخزون البويضات ولا لا؟ تمام. لان البطانه المهاجره دي، عارف حضرتك السوسه اللي في الضرس، هي دي السوسه بتاعت المبيض، هي بتفضل تاكل فيه وبتاثر على المخزون. ايوه. فهل مؤثره على المخزون ولا لا؟ وهل مؤثره على الانابيب ولا لا؟ والحجم قد ايه؟ لو كيس الشوكولاته بطانه الرحم المهاجره ده اقل من 3 سم، الانابيب سليمه، ما فيهاش مشكله، ما فيهاش التصاقات، ما فيهاش انسداد، مخزون البويضات كويس، ولا تعمل حاجه، دي غالبا بتنشيط كويس هتحمل من غير حاجه طبيعي. يبقى كيس اقل من 3 سم، انابيب جيده، ومخزون كويس، تمام، دي غالبا مع دكتور كويس بتنشيط كويس هتحمل، وعندنا حالات كتيره حملت بالمنظور. طيب لو الكيس اكتر من 3 سم، طيب وبرده الانابيب كويسه والمخزون كويس، لا، الابحاث قالت ان دي لو شالت الكيس ده هتحمل طبيعي برضه، وهتزود فرص الحمل الطبيعي بشرط المخزون كويس، لان انا هلعب اي لعب في المبايض بيأثر على المخزون. وبيبان ازاي المخزون يا دكتور؟ ليه تحليل، تحاليل معينه بتبان اذا كان في تحليل مخزون المبايض ده في اي معمل بيتعمل تحليل مخزون المبايض. فطبعا احنا بنعمل التحليل، بتعمل اذا كان بتعمل اشعه بالصبغه بنشوف اذا كان في انسداد، اذا كان في التصاقات حوالين الانابيب. طيب اكتر من 3 سم، الابحاث قالت ان احنا لو شلناه هنحسن. طب امال مين بيعمل منظار ومين بيعمل لو هو اكتر من 3 سم؟ ايوه، بس في مشكله في الانابيب مسدوده. لو في مشكله في المخزون، هل دي ينفع اعمل لها منظار؟ لا، يبقى المنظار واللعب في المبيض زي ما قلنا لسه هيقلل. طيب لو هو المخزون ضعيف وانا عملت لها منظار، طب هتستفيد، وشلت لها التكيس، شلت لها الالتصاقات، وموضوع المنظار ده فيه كلام في شيل الالتصاقات. جميل. طب اسمح لي يبقى لو هي اتفضل نكمل بس النقطه دي. اتفضل. لو هي الالتصاقات، لو هي اكتر من 3 سم وفي الالتصاق وفي التصاقات وفي مخزون قليل، دي هتخش على الحقن المجهري على طول. زمان كنا نقول لو هو اكتر من 4 سم، وده لغايه الكلام ده لغايه 2015 2016، لا ده تشيل الكيس الاول عشان يزود فرص الحقن. والعلم متطور زي ما حضرتك كنت لسه بتقولي. طبعا. فالموضوع ده اتضح انه خطا، لان انت هتقلل مخزون البويضات هتبقى غلط، والعلم قال ان ده غلط، لا اعمل لها حقن مجهري على طول هيبقى افضل من انها تشيل الكيس وبعدين تعمل حقن مجهري. تمام. يبقى دي لو هو المخزون ضعيف في مشكله في الانابيب، يبقى دي هتخش على الحقن المجهري على طول. تمام. اسمح لنا يا دكتور نطلع الفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا الاكثر من رائعه. حقيقه زي ما شفنا وعرفنا، احنا حلقتنا النهارده حلقه تثقيفيه توعويه لكل انسانه او كل واحده مش عارفه الفرق بين المنظار او الحقن المجهري. عرفنا طبعا فكره تكيس المبايض، وعرفنا ايهما افضل، المنظار ولا الحقن المجهري، وكمان اتكلمنا عن البطانه المهاجره. فخلينا نطلع الفاصل ونرجع بعد الفاصل، قدامنا لسه حالات تانية هنعرف عنها كتير مع دكتور هاني فوزي، لكن بعد الفاصل.
ورجعنا لكم مشاهدينا مرة كمان بعد الفاصل، وحلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن منظار بطن ولا حقن مجهري. أخذنا كذا حالة وعرفنا إيه الأنسب ليها، هل منظار البطن هو الأفضل ولا الحقن المجهري. الحقيقة الفقرة النهاردة والحلقة كلها مخصصة للسيدات اللي عندهم تأخر في الحمل، والحقيقة برضو إن في ناس كتير وسيدات كتير بيبقى عندهم تأخر في الإنجاب ومش عارفين إيه السبب. والحقيقة إن ممكن يكون السبب بسيط وسهل، وسهل إن احنا نتعامل معاه بمجرد منشطات وحاجات بسيطة الدنيا تبقى كويسة ويحصل حمل طبيعي، لكن في حالات هي بس اللي بتحتاج لحقن مجهري. النهاردة الدكتور بيعرفنا على الحالات دي وإزاي نقدر نتعامل معاها وإيه الأنسب ليها، هل هو منظار البطن ولا الحقن المجهري. وطبعا بيشرفنا بالإجابة على كل أسئلتنا دكتور هاني فوزي، استشاري النساء والولادة، استشاري المناظير والحقن المجهري، ومدير مستشفى النيل بميدان الجيزة. برحب بحضرتك مرة كمان يا دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. أهلا أستاذ مدام. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن ضعف أو مخزون البويضات لو هو مخزون ضعيف أو قليل. إمتى حضرتك بتقول أو إمتى بنعرف إن فعلا المخزون ده قليل ولازم يكون في تدخل؟ تمام. إمتى بنعرف المخزون قليل؟ ده رقم واحد في تحليل. والتحليل ده بيتعمل في المعامل. لو انا من فوق الواحد لغايه 2 ده مخزون كويس، اقل من 1 لغايه 6 من 10 ده ضعيف، لو اقل من 6 من 5 لغايه اقل طبعا ده ضعيف جدا. وكل ما المخزون يقل كل ما نسب الحمل الطبيعي تقل قوي. طيب هل ما فيش حمل خالص؟ لا، ممكن بس قليله. يعني انا لو عندي مخزون ضعيف ما ضيعش وقت وتروح على طول على الحقن المجهري. ايه اللي بيضعف؟ يعني لازم ناخد بالنا كده ونحط كده ضوء احمر على حاجه. مثلا انا كل ما السن بيزيد كل ما المخزون بيقل. أكيد. وده معروف. المخزون يعني خزين انا باخد منه. مبلغ حطه في البنك واحد. باخد منه. فلازم مع السن يقل. هي المشكله الثانيه ان لما كل ما يقل. يا دكتور السن لحد كام يبتدي بعديه يقل؟ يعني ندخل مثلا في اواخر الثلاثينات ولا نكون دخلنا بالفعل في الاربعينات بقى ده اللي بيقل؟ 35 سنة ده حاجة اسمها دراماتيك ديكريز. دراماتيك يعني بتنزل نزول درامي. يعني تعرف حضرتك ان الـ البنت بتتولد عندها 1,000,000 بويضة. ولما توصل سن 35 بيبقوا 70,000. فبتروح نازلة من 1,000,000 ل 70,000، وكل ما توصل 40 بيبقوا أقل من 30,000. مش كل ما بحسب عدد الدورات يا دكتور ولا ليها حساب تاني؟ هي طبعا السيده اللي بتحمل كتير دي فبتحافظ على البويضات فبيبقى مخزونها بيستمر. عشان كده اللي بيحملوا كتير دوراته بتقطع متاخر. لان هي حملت 5 6 7 مرات، كل مره هي عندها 9 10 شهور بالرضاعه مش عارف ايه، هي محافظه على البويضات بتاعتها ما خرجتش. تمام. فكل ما كل ما يبقى عدد الاطفال اكتر، بس مش بنشجع مش معنى كده نشجع. هو المشكله يا دكتور ان في سيدات بتتجوز دلوقتي بعد فتره بقى طبعا الدراسه وان هي تشوف حياتها وتشتغل وتبقى واقفه على ارض صلبه وتبتدي تفكر، فبتكون عدت سن ال 35، فدول يعملوا ايه يا دكتور؟ انا هي نقطه ان انا قلت ان انا كل ما السن بيكبر كل ما المخزون بيقل، كل ما المخزون بيقل كل ما الجوده بتاعه البويضه تقل، ودي حاجه مهمه قوي في طبعا في الحقن المجهري. فبعمل ايه؟ انا جاتني واحده عندها 25 سنه ومخزونها قليل. جاتني واحده عندها 35 سنه ونفس المخزون. الاثنين نفس المخزون، مين الاحسن فيهم؟ اللي سنها قليل اكيد مخزون يعني الاثنين نفس المخزون بس استجابتها ونقدر. طيب مين اقدر اديله فرصة يحمل طبيعي ومين ما اديهوش؟ لا، اللي سنها صغير هديها فرصة انها تحمل طبيعي، ولو اديها كام شهر استجابت وحصل حمل ممكن يحصل حمل. طب اللي سنها كبير ده انا كل ما هضيع شهر انا بضيع لها بويضات. بالظبط. انا بتاخد هي عندها مبلغ في البنك كل يوم عمالة تصرف منه، كل شهر بتصرف منه، هيخلص بسرعة خصوصا ان الجودة قليلة. فانا بحسبها كده يعني السن الكبير لا مش هستنى. عديتي 35 ومخزونك قليل؟ لا، لو مخزونك عديتي 35 مخزونك كويس لا خدي تنشيط 6 شهور، خدي اكتر، ظبطي الدنيا، ممكن يحصل حمل. يحصل حمل وفي كتير بيحصل حمل. انا مولد مثلا واحده كان عندها 52 سنه مش مشكله، لكن كل احنا السن بيفرق. فلما كل ما السن يعلى لا اجري بسرعه. في نقطه برضو يعني دي بقت واضحه قوي دلوقتي وبقت موضه، التدخين. للاسف بشوف
في الكافيهات دلوقتي انتشر تدخين السيدات والفتيات، دي مشكله كبيره قوي بتاثر يعني على المخزون. التدخين يا دكتور بيأثر برضو على مخزون الطبيب، بيأثر على الحيوان المنوي ولا ما بيأثرش؟ مخزون ولا الجودة؟ بيأثر على الراجل والست. ما انت حضرتك لما التدخين بيأثر على الحيوان المنوي، بيأثر برضو على التبويض، يأثر على المخزون، يأثر على الجودة، الاثنين يأثر على الاثنين، فلازم ناخد بالنا. حتى التدخين السلبي برضو بيأثر. تمام. طب خلينا نروح لسؤال مهم جدا وحالة تانية من حالات تأخر الإنجاب أو تأخر الحمل، انسداد أو التصاق القناة، قناة فالوب. فأيهما يعني، خلينا نعرف الفرق بين الاتنين وسببها إيه؟ طيب. الأنبوبة نقول عليها حاجة من ثلاثة، مقفولة مشلولة مبلولة. لا تاني، مقفولة مشلولة مبلولة. مبلولة. لو الأستاذ عادل يجيب لنا الصور بتاعة الأنابيب هنشوف. لا ده الرحم، في الخطوط البيضاء اللي ما بين الانابيب وما بين المبيض دي اللي هي الالتصاقات، بيحصل التصاقات ما بين الانبوب وجدار الرحم، ما بين التصاق نفسه، التصاقات نفسها، الجزء اللي هو جنب الجزء الاحمر ده في الرحم نفسه فيقفل قناه فالوب، التصاقات ما بين المبيض وما بين قناه فالوب. ولو المبيض وقناه فالوب ما بقوش قصاد بعض، القناة فالوب ما تعرفش تلقط البويضة. يعني لما نشوف قناة فالوب هنا نلاقي ليها أهداب عاملة زي الصوابع، وهي وظيفتها أنها بتعمل بتلقط معانا على الشاشة، فبتطلع البويضة بتروح لقطة لقطة. ده انسداد داخل الأنبوبة نفسها. ده مش هيعدي، زي ما احنا قلنا أن الحمل بيحصل داخل الأنبوبة، ده مش هيعدي الحيوان المنوي ولا هيعدي البويضة، ودي خدة مش هينفع لها حمل. طب انسداد وفي الصورة الثالثة الأنبوبة المبلولة اللي هي فيها ارتشاح، فيها ميه من جوه. تمام. طيب كل واحده هنعمل فيها ايه؟ ايوه بص حضرتك، الناحيه الشمال دي الانبوبه السليمه، والناحيه المنتفخه دي اللي شكلها مش سليم، ده دي الانبوبه اللي فيها بيبقى فيها ميه اللي هي زي ما نقول مبلوله اللي هي مرتشعه. تمام. وزي ما قلنا ان في اهداب جوه الانبوبه بتحرك الانبوبه. يعني بص، يعني في حاجه غريبه بقى يرضوا، دي من حكمه ربنا. انا عندي بويضه بتخش من الرحم لغايه الانبوبه وبتتحرك عشان تقابل الحيوان المنوي في التلت. احنا يعني للاسف يا دكتور وقت الحلقه ماشي بسرعه، وحضرتك شرحك بجد يعني بشيء من التفصيل، لكن خليني اسال دكتور، حضرتك قلت ان في عندنا ثلاث حاجات لانسداد الانابيب، خليني يعني اعرف منهم ايه اللي اقدر ينفع معاه المنظار وايه اللي ينفع معاه الحقن المجهري. طيب. انبوبه ومسدوده، لا بتدخل حيوان منوي ولا بتطلع بويضه. اقدر الاثنين دي، ممكن اخد القرار ان انا اعمل منظار او اخد قرار ان انا اعمل حقن مجهري. طيب اعمل منظار، اعمل تسليك، اشيل الالتصاقات واعمل تسليك للانبوبه، حصل بيحصل وبعد كده اعمل لها ست شهور اللي هي قاعده ست شهور زي ما احنا متفقين للتبويض. تمام. طيب بعد ست شهور ممكن يحصل حمل وممكن ما يحصلش. طب ليه؟ ما اصل مش معنى كده ان انا عملت تسليك او انا عملت شلت الالتصاقات ان الانبوبه هتشتغل، ما احنا لسه بنقول ليها وظيفه وبتاخد الحيوان المنوي. هي داخل التوجيه بتاع الانبوبه في اهداب بتحرك الحيوان المنوي وبتحرك الانبوبه، مع الالتصاقات دي ممكن دي تفقد وظيفتها. فعشان كده بنقول دي بتبقى مشلوله. مش عارفه تتحرك، هي مشلوله، هي مقفوله وبقت مشلوله، سلكتها بس هي مشلوله. تمام. ما بتاديش وظيفتها. هل ده عيب من الدكتور؟ لا ده مش عيب من الدكتور، هي مع الالتصاقات. وقتنا قرب ينتهي، فلازم المفاجاه الاخيره. فطبعا حضرتك مؤسس وحدة مناظير في مستشفى النيل باسم دكتور هاني فوزي. تمام. باسم حضرتك وبأحدث المناظير وبأحدث التقنيات الحقيقة، فخلينا برضو نعرف مفاجأة حضرتك النهاردة لمشاهدي قناة سي تي في، وإيه اللي بيميز دكتور هاني فوزي مثلا أي مريضة تروح لدكتور هاني فوزي في الوحدة الخاصة بحضرتك، واللي بتروح لأي وحدة تانية في أي مكان تاني. احنا أسسنا في مستشفى النيل وحدة مناظير باسمي ومناظير دكتور هاني فوزي، بالاتفاق مع اكبر شركه للمناظير في مصر، عملنا حاجه كواليتي عالي قوي، مناظير افضل انواع مناظير بكواليتي عالي، ده رقم واحد. والكواليتي دي يعني انا كان عندي واحد زميل في من رويال كوليدج السنه اللي فاتت، من اللي هي زماله البريطانيه، مش السنه اللي فاتت، الشهر اللي فات، وشاف التجهيزات لا تقل عن التجهيزات اللي عندهم هناك. الزميل ده بيحاضر للزماله البريطانيه، مش هو واخد زماله بريطانيه، ده واخد زماله بريطانيه وبيحاضر هناك. تمام. الاحلى من كده والافضل من كده ان هو لما شاف الشغل اللي احنا بنعمله يعني كان منبهر،
التكنيك العالي اللي احنا بنأدي بيه. احنا دلوقتي ممكن بثلاث فتحات اللي وصل نص سنتي ده اعمل استئصال رحم، اشيل اورام ليفيه، اشيل اكياس، اسلك انابيب. يعني عمليه استئصال رحم اللي كانت تاخد ساعات خلال نص ساعه 45 دقيقه بالكثير، بنستأصل من خلال ثلاث فتحات، كل فتحه نص سنتي بنعمل استئصال رحم. بنعمل كل حاجه بالمناظير بمناظير عاليه بافضل تقنيات، يعني الحمد لله بأفضل مهارة. يعني تطور هائل يا دكتور في المناظير، موجود عند حضرتك في مستشفى النيل يعني. ففي يعني طفرة كبيرة جدا في مجال المناظير، كل أنواع المناظير. المفاجأة يا دكتور قبل ما المفاجأة أن أي حد من سي تي في هيشرفني، هنديله تخفيض 20% على العمليات المناظير. في عيادات كمان عندي في المستشفى، عيادات كل التخصصات هنديهم 20% تخفيض على أي عيادة، نساء، أطفال، جراحة، جراحة أورام، أي تخصص كمان، أي تخصص هنديهم تخفيض، أي عمليات، عمليات ولادة بس يكلموني يقولون سي تي في، وأنا يبلغوني اسمهم وأنا أبلغ الاستقبال في المستشفى الاسم ونعمل لهم تخفيض 20%. الحصري لمشاهدي برنامج من يجدها بالاخص طبعا، ومشاهدين سي تي في ان الدكتور عامل 20% خصم من خلال التليفون اللي هينزل اللي هنحجز عليه ده، 20% خصم على اي كشف في المستشفى، سواء بقى في جميع التخصصات. جميع التخصصات قدامنا على الشاشه، الرقم تمام، والمناظير طبعا عمليات، والمناظير والحقن المجهري كمان. كمان احنا المجهري. بنشكرك على كرمك الزايد يا دكتور. لا انا سي تي في ليها محبه من زمان، احنا مش اول مره طبعا نتقابل. طبعا حضرتك ضيف عزيز علينا الحقيقه. وبعدين يعني انا عايز اقول ان الطب رساله مش مهنه. صحيح. في فرق بين اللي بياخد الطب مهنه واللي بياخد الطب رساله. فاحنا بنحاول نقدم ونوضح للناس الحب اللي جوانا والرساله اللي جوانا، مش مهنه ومش امور ماديه. واللي هيتعامل معانا هيعرف الفرق بيننا وبين المراكز اللي بتطلب مبالغ كبيره وبتعمل تقنيات. صدقيني بيجيلي من حالات من مراكز كبيره مش عامله حاجه كويسه، وبنضطر نعيد يعني بتبقى قلوبنا معاهم وبنخفض لهم عشان خاطر هم دافعين كتير. وبيجي بس بندفعهم حاجات بسيطه ونعيد لهم ونعمل لهم حاجه كويسه ما اتعملتش في احسن المراكز. بصراحه يا دكتور وجود حضرتك معانا النهارده افادنا كتير، ونتمنى ان يكون كل مشاهدينا استفادوا بحلقتنا النهارده، وبشكر حضرتك بجد على وجودك النهارده معانا. سعيد بيك يا دكتور، شكرا جزيلا. وبمشاهدين سي تي في اكيد اكيد. كان معانا النهارده دكتور هاني فوزي، استشاري النساء والولاده، استشاري المناظير والحقن المجهري، مدير مستشفى النيل بميدان الجيزة. شكرا ليك يا دكتور، وشكرا لحضرتك مرسي يا نانسي. وبنشكر كريستينا جميل خادمة الإشارة، وبنشكركم مشاهدينا على حسن متابعتكم، ونشوفكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من يجد.